بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق ضراوة. يا جماعة النهاردة السوق يا جماعة الأسعار ببلاش بما يرضي الله، الأسعار يعني مرتاحة خالص. ده بالنسبة إيه للنعاجي الوالدة والماعز والكلام ده كله. حضرتكم احنا قدمنا فيديوهين وشفناهم. السلام عليكم العمد، والله انا قلت مش همشي غير لما اصور معاكم. والله معلم كمال زي ما انت عم حسن، زي ما انت ايه اخبارك؟ الله يوسع عليك، منورين والله معلم علاء. ايه اخباركم؟ تمام والله انا قعدت ادور عليكم والله. ايه اخباركم؟ الصلاة على النبي، الله اكبر. ايه معانا النهارده بالصلاة على النبي؟ اللحمة بالصلاة على النبي. فيش نعاج والده ولا عشر ولا في اثنين والدين؟ في اثنين والدين، ورهمنا كده نشوفوهم. بعد كده اخش على الخرفان بالصلاة على النبي. ادي معانا نعجة والدة، تحتيها ايه يا معلم كمال؟ تحتيها خروف بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي، ايه سنها دي يا معلم؟ دي سادة. دي سادة تحتيها ودي سادة على الأول. طب ايه سعر معانا اللي هنا يا معلم؟ سعرهم 52 الاثنين. الاثنين مع بعض 52. طب ايه تفنيطها يا معلم كمال؟ 27 و25. 27 و25 بالصلاة على النبي تبارك الله. ادي يا جماعة نعجة والدة تحتيها خروف، بسم الله ما شاء الله، كليب الأصل اهو. تمام، وادي النعجة دي تحتيها بتها، يعني بتها كديها اهو. تبارك الله بسم الله ما شاء الله. 52 5200 يا جماعة. الصلاة على النبي، خش على خرفان اللحمة باشا. الصلاة على النبي 55 تبارك الله. 5500 ده صح؟ ايه سنه؟ كسر أربعة. كسر أربعة ده يا جماعة 5500 بالصلاة على النبي. واللي بعده ده معلم؟ ده 33 3300. وايه سنه معلم كمان؟ جوز. جوز بالصلاة على النبي تبارك الله. وده معلم؟ 4500. هذا يا جماعة الخرفان اللحمة تبارك الله. ايه سنه معلم؟ كسر أربعة. كسر أربعة 4000 وكم؟ 500. و500 كسر أربعة يا جماعة خروف يعني تبارك الله. لو قلنا يصفي ده معلم كمان، يصفي له كم؟ لحمة يعني؟ لحمة 40 كيلو. 40 كيلو بالصلاة على النبي. ويجيبها معلم الصلاة على النبي، يجيب لابس مربى، يجيب عم صح؟ عم حسن الله يوسع عليك عم حسن. الصلاة على النبي تبارك الله. الفيديو اللي نزلناه المرة اللي فاتت عاد ناس كثيرة تقول دير دول جيراننا، وناس تقول لنا بالصلاة على النبي والله. الفيديو اللي نزلناه قبل كده معلم علاء، ناس كثيرة تقول ده جيراننا وده مش عارف ايه، يعني الصلاة على النبي تبارك الله. نخش على الباقيين دول معلم. 39 الصلاة على النبي 9500 ده يا جماعة. 3900 لا مؤاخذة 3900 بالصبح داير والله معلم معلش. الله يوسع عليك. 3600 اللي جنبه الابيض ده 3600. وين السن هنا؟ ده 4 وده جوز. ده 4 وده جوز. ده لباني ب31. وده لباني ب31. 3100 يا جماعة تبارك الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا جماعة. 27 2007 27 27 يعني الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. وده 27 الصلاة على النبي. 25 ده يا جماعة 2500. وده 24 2400. ده 28 ده 2800 الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي معلم كمال، الصلاة على النبي عم حسن والله منورين. نسيب الرقم يا معلم؟ 041 580 775. العنوان كابومبو النجاجرة، أحسن ناس يا عمي والله. متشكرين عم كمال، متشكرين يا جماعة توسع عليهم. هذا يا جماعة الخرفان اللحم بالصلاة على النبي يا جماعة. بس طبعا دي يعني إيه، دي أعلى خرفان في السوق. برضو إحنا إيه هندور لكم على الخرفان ثاني عشان الناس برضو إيه اللي هتقول غالية والكلام ده. فالخرفان دي يعني إيه يعني الخروف ده فعلا يصفي له 40 كيلو لحم تبارك الله. هذا الخروف ده يصفي له 40 كيلو لحم. فالخرفان اللحم بالصلاة على النبي يعني إيه تبارك الله. الصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صورتهم دقيقة بس. اهو ده 5500 الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي عم حسن، تشكرينا حق، تشكرينا عم علاء الله يوسع عليكم. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. ايوه جاي لك هذا بالصلاة على النبي. ايه سنه ده معلم؟ ده سنه كاسر جوز. كاسر جوز بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اشتري فيه 33 33 3350 بالصلاة على النبي عمده. الله ينور والله ما شاء الله منور عمده. الله يوسع عليك. هذا يا جماعه سوق ضراو بسم الله ما شاء الله. نخش لكم على شويه نعاج هنا. ازيك يا كبير؟ ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ تمام الله يوسع عليك. كاسر جوز بالصلاة على النبي. دي رميسة. رميسة فيها عشرة ولا لحمة دي ولا لحمة؟ لحمة دي الصلاة على النبي. هذه رميسة لحمة يا جماعة كسرة جوز. ورينا سنها كده كبير.
دي السن. لا اكبر من جوز دي. اربعة قس اربعة. لا اكبر دي. وريني كده سنها. دي سادة. بس لا سادة علي. بس احنا بنحب المصداقية. ليه؟ لان انا باجي في اخر الفيديو بسيب رقم تليفونك. وفي واحد ممكن يتواصل معك. انا لو قلت له دي انت تقول لي كسرة جوز. وانا يا اخذها ولقيها مثلا سادة. هيبقى القناة ما فيهاش مصداقية. يبقى الاحسن ان احنا نسوق لكم صح؟ الله يوسع عليك. فالدين الصح. والسعر الصح. بس يعني. ايه السعر؟ عليها 18% فلوس. 18% دي يا عم. 1800 لا. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله يا عم. دي تدي اللحم. بالصلاه على النبي. 30 كيلو. تمام بالصلاه على النبي. قال لي امسك ليتها. هذه طرفها هي ما. السلام عليكم. يلا اكبر. تمام. ايه ثاني معانا؟ ومعانا دياك. دي عشر دي ولا ايه؟ لا لحم. دي لحم. هذا يا جماعه لحم. السلاه على النبي. ودي ساده برضه. ودي ساده. تمام ما شاء الله معلم. ايه الفلوس يا معلم؟ دي عليها 16100. 16100 1600. بسم الله ما شاء الله. تمام يا معلم الله ينور عليك. وديها دي كسر أربعة. دي كسر أربعة. وريها سلعة. لا كسر أربعة. لا هو واثق من دي. واثق من دي قلت لها كده. الصلاة على النبي. إيه الفلوس؟ 15100. 1500. الصلاة على النبي يا عم والله. الصلاة على النبي. أسعار كويس. أيوه الصوت وصورة. أيوه خلاص المزرعة. الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. صلى على النبي. دي سادة طري. لحمه برضه لحم يعني. يبقى كده كل اللي معانا لحم. اللحم بقول لك 12. تمام ماشي. دي سادة. ماشي. وين الفلوس؟ دياتي 2000. 2000 بالصلاه على النبي. لا هي ما شاء الله يعني حلوه تبارك الله. كسر جوز. الصلاه على النبي. والشباره في العرق. الصلاه على النبي. الله صح يا خال. يعني دي الفلوس اللي عليها. الشباره في العرق. دي بس دي الفلوس اللي عليها. 2300. لا العرق ده على الله. والله يا 300 كثيره بس المشاهد برضو المشاهد المشاهد برضو مش يعني ايه يعني ما بيضحكش عليه بسهوله فاهم انت انا لما اقول له برضو ايه 300 في النعجه مش هيرن عليك لكن لما اقول له 50 100 لا 50 100 حلوه 50 100 لو ما هي الشطاره في الشراء برضه هاي الشراء في المعلم الشطاره في الشراء برضه صح الصلاه على النبي الله اكبر بسم الله ما شاء الله هنا خليك هنا تمام الابيض ده ملهوش سعر قوي على قد السعر لان الابيض لحم ابيض دي عشر ولا ايه لا عشر دي 14 عشر كبير ولا صغير عشر كبير يا رجل ادي ضاره يا جماعه الصلاه على النبي بس اللون الابيض غير اللون الاسود دي لحم دياتي يا بقول لك ب 2000 فلوس السلام عليكم بس تجيب لحم كثير زي ما انت عاوز تبارك الله فين العشر الثاني اللي قلت لي عليها العشر الثاني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يوسع عليك يا حبيبي مدد مدد دياتي 10 السلام عليكم دي 10 طب ادينا فلوس ثواني بس عظمه ولا ايه عمده؟ 10 عشر كبير يا راجل شهر ده وخلاص السلام عليكم هذه الضرة يا جماعة تبارك الله بسم الله ما شاء الله اللهم ايه الفلوس يا معلم؟ دي عليها 2100 2100 عشان طب 10 قاعدة 10 وسنها ايه؟ سنها؟ سنها أربعة كسر أربعة كسر أربعة يا جماعة بالصلاة على النبي تمام يا معلم لازم العشر بيبقى في غلا شوية بالصلاة على النبي أيوه العشر بفلوس احنا المشاهد عارف إن العشر بفلوس طب اسم الكريم للمشاهد يا معلم اسمي خالد هاشم ماشي يا عم خالد نسيب رقمك لو حد حاب يتواصل معاك ماشي كم الرقم؟ 011 011 51 51 اكتب 81 81 اكتب 95 95 00 00 خالد هاشم العنوان فين حقي خالد؟ انا في كابومبو كابومبو احسن ناس كابومبو جايين لكم سوق ابو هير السوق الجاي ان شاء الله ان شاء الله تمام والله يا خالد احنا بنعمل اللي بنقدر عليه ايوه احنا في ناس بنجيبها معانا في ناس بنجيبها معانا وبنخش نشتري لها والله يعني بنخش نشتري لها كمان بالنسبه ان الواحد داير بالكاميرا فعارف الاسعار وعارف الدنيا يعني ما انت فاهم رايك الله يوسع عليك لا انا ابويا جزار في الاصل خلي بالك الله يرحمه ويسامحه الله يوسع عليك يا خال الله يخليك الله يخليك متشكرين يا عمده الله يوسع عليك متشكرين يا عم خالد الله يوسع عليك متشكرين هذا يا جماعه النعاجي فيه عشر وفيه عشر ولحم دول يعني الاسعار بتبدا من حبيبه معلم بتبدا من 1500 لغايه في العشر بيبقى 2000 و2100 بالصلاه على النبي تبارك الله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي
هذا يا جماعة سوق ضراو الساعة دلوقتي يا جماعة عدت 11 والسوق بسم الله ما شاء الله لسه رامي. والنهاردة يا جماعة يعني الأسعار يعني في أسعار يعني صلى على النبي تبارك الله والله يعني في أسواق أسعار النهاردة حلوين خالص بمرض الله. الشوادر معلم الصلاة على النبي معلم من فرشوط من فرشوط احسن ناس يا عم يعني نصب حصر مكتوبين والبياعين والتجار بس الصلاة على النبي. ايه بيشتري معاك ورّي للمشاهد كده كسر أربعة دي الصلاة على النبي الله أكبر منور معلم مؤمن منور الصلاة على النبي تحتيها خروف فيها تحتيها ذكر بالصلاة على النبي الصلاة على النبي طيب مجنس دي ها لا كليب الاصل دي رميسه طبعا لا مجنس مش كليب الاصل دي مجنس لا لا مش كليب الاصل اربع اربع سنين طبعا مش على السن بس مجنس مش كليب الاصل ايوه بالصلاه على النبي. بيشتري معاك بالغاز كام هو عندي فيها 3000 ونص 3500 ايوه ما تمشي الدنيا شويه اخر السوق احنا اخر السوق ما بعت الصبح من دهب ما بتتكررش وانت في اخر السوق دلوقتي ايه معانا هنا ايه معانا هنا بالصلاه على النبي صاحب الغنم ده اللي يقول لك فين صاحب الغنم ايه عمده منور عمده بالصلاه على النبي فرجنا كده على الاسعار بالصلاه على النبي دي خرفان بالصلاه على النبي هذه معانا شويه خرفان يا جماعه بسم الله ما شاء الله وصل لايك للفيديو كده يا جماعه الاثنين دول البيض مع بعض بالصلاه على النبي 47 وين سنهم على كده لباني صح سن لباني هذا السن اللباني يا جماعه 47 طب لو قلنا القسمه بتاعتهم كام وكام يا كبير؟ يوقع 25 و22 25 و22 بالصلاة على النبي والثانيين دول؟ ده ب 16 ده ب 1600 بالصلاة على النبي 16 يا معلم 1600 جنيه لبان السن معلم محمود الفتاح دقيقة معلم اللي هنا دول يا معلم ده خروف ولا رميسة؟ ده خروف ب 24 24 بالصلاة على النبي هذا 2400 يا جماعه الخروف ده لباني لباني تمام والاسود اللي هناك زي ما انت كده الاسود اللي من هناك ده 25 25 2500 دول تبعك النعاج دول؟ لا مش تبعك مش تبعك ها؟ ماشي يا كبير متشكرين يا جماعه ماشي صورناها عمر بالصلاة على النبي يا جماعه هذا سوق دراو تبارك الله بسم الله ما شاء الله 10 كيلو طبعا انا قد الراجل بيشتري في الجلي ده ب 12 يا جماعه كم يعني جنب ملحم جنب 10 كيلو كم يعني الصلاة على النبي منورين والله منورين والله عمده الله يوسع عليك الصلاة على النبي ايه اللي معاك هنا عمده رميسة كسرة كام دي؟ دوس كسرة جوز عشر ولا حاجة؟ ولا لحم؟ لحم لحم ايه الفلوس؟ والله الفلوس 15 15 1500 الله يوسع عليك عمدة متشكرين عمدة الصلاة على النبي هذا يا جماعة السوق تبارك الله ايه معاك هنا عمدة؟ سخلة دي؟ كام دي يا معلم؟ كام دي؟ الصلاة على النبي صلى على النبي هذا يا جماعه سوق ضراو بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي استنونا يا جماعه احنا النهارده عاملين فيديوهات لسوق الجاموس وعاملين فيديوهات لسوق العجول اللحم وعاملين فيديوهات لسوق الغنم والماعز وده واحد منهم وعاملين فيديوهات للعجول الجاني وعاملين فيديوهات للبقر الوالد بسم الله ما شاء الله النهارده عملنا تغطيه لسوق ضراو كله بالكامل خشوا كده على الفيديوهات يا جماعة النهاردة كده ودوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان احنا ان شاء الله كل يعني عندنا الاسواق الثلاث والاربع والخميس دول بنقدم منهم تصويرات ومعانا عروض بنقدمها من عند تجار كل يوم ان شاء الله العروض بتاعتنا تعجبكم وعروض السواق تعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.